حذر يسود مشهد الزيارة في ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام. الإحصائيات أشارت أن هذه الزيارة هي الأقل في تاريخ الروضة العسكرية على الرغم من استكمال كافة الإجراءات الوقائية. الخدمات الصحية موجودة والزوار بكثرة والحمد لله، استجينا من ضريح الإمام علي الهادي والحسن العسكري وازدحامات يعني تشوفونها بعينكم أنتم، واقع الصحي والخدمي والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يزيل هذه القمة عن هذه الأمة والحمد لله زينة وخير وبركة إن شاء الله. بالتعاون مع دائرة صحة صلاح الدين في قضاء بلد تم التعاون على تعفير الحضرة والصحن وتوجيه بعض الإرشادات حول عدم الازدحام وعدم الاختلاط وعدم الاحتكاك بين الزائرين للحيلولة دون الإصابة بهذا الفيروس الخطير. هي هاي الزيارة سجلت أقل نسبة من الزيارات للسنوات السابقة لوجود دعايات وإشاعات حول هذا المرض. خارج الحرم العسكري بدت الأمور طبيعية كسابقتها في السنوات الماضية، فالمواكب الخدمية والانتشار الأمني كان مصدرا للإنسيابية في إتمام مراسم الزيارة. احنا هنا جينا من بغداد خدمة بالاستشهاد مال علي الهادي عليه السلام من بغداد وخدمة الزوار، والحمد لله الوضع جيد وزين وقايمين بخدمتهم ونرحب بهم، يا رب يكون الأمن والأمان يعم على العراق. المواكب الحسينية ممتدة على طول الطريق الذي يأتي إلى سامراء وفي داخل المدينة المقدسة، متوفر الأكل والشرب وكافة وسائل الراحة للزائرين الكرام. وبين الخوف والترقب انتهت مراسم سنوية اعتادت محافظة صلاح الدين على احتضانها. على الرغم من أنباء تسجيل إصابات وتشخيصها بفيروس كورونا، إلا أن الأمن الوقائي وخلية الأزمة وكل ما يتعلق بالجانب الخدمي الصحي والوقائي جعل من الزائرين يقصدون هذه العتبات المقدسة كسابق عهدهم في السنوات الماضية. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.